محمد مسعود فتح الغزالي، العمر 42 سنة، المهنة حلوانجة، ببيع حلويات، ببيع نمورة وحلب وعوامة. إلي هلقيتها 15 سنة. أنا ببيع هذا المنتج عشان أعيش من وراها، عشان ما بدي شيء للناس، والحمد لله. بضاعتي زلمتي بقى منوزعها لأهل الخير وربنا بوضع البركة. والله بمر بأمراض صعوبة والحمد لله، يعني يوم من بيب 50 يوم الحمد لله بنرجع في البضاعة. بحتاجه أكتر إن شاء الله، هيك ربنا أهل الخير يساعدونا، يعني نتكبر هالمشروع وربنا يعطيهم الصحة. إحنا بنشكر أهل الخير، إحنا بنشكر أهل الخير، والله يخلي لهم أولادهم وبارك الله فيهم، يعني ساعدونا في البضاعة وتطورنا والحمد لله. ربنا يتقبل منهم ويبارك في أعمارهم وربنا يزيدهم. شكرا كثيرا، شكرا كثيرا.